المشاعر الوطنية عند كل المواطنين الذين يؤمنون جيدا بأن القوات المسلحة تحمينا وأن القوات المسلحة يجب أن نتضامن معها فيما تفعله جماعة الإخوان. اللي بتعمله جماعة الإخوان هو قتل ضباط الجيش وما يفعله العدو. تشويه القوات المسلحة هو ما يفعله العدو، أي عدو سيفعل ذلك. أغنية نادرة لليلى مراد، يا رايح على صحراء سيناء سلم على جيشنا اللي حمينا. على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا، قول له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك اغلى ما فيك يا رايح. يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا، قول احنا معاك وحياتنا فلاك، ولا يغلى عليك اغلى ما فينا يا رايح يا رايح يا رايح. احنا ولاد عمك واخواتك وقلوبنا دايما سكناتك، احنا ولاد عمك واخواتك وقلوبنا دايما سكناتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، ترعانا وتحرس اراضينا يا رايح يا رايح. يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا، بالنصر وطرد عدونا، الله يا سلام على فرحتنا بالنصر وطرد عدونا، والنهار هتقابلك امتنا، والنهار هتقابلك امتنا بالبص والافراح والزينة يا رايح يا رايح. يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا، قول له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك اغلى ما فينا. أغنية نادرة لليلى مراد حتى نزيل بها قبح الإخوان، القبح الذي تفعله جماعة الإخوان. نبحث عن الجمال ونبحث عن الأغاني الوطنية النادرة التي نحتاج إليها في هذا التوقيت. هنحاول نجمع لكم أغاني من هذا النوع عثرنا على بعضها. كل يوم هنجيب لكم مجموعة من الأغاني. الأغنية الوطنية تساهم في الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب المسلح، وأعتقد أنها يمكن أن تكون أفضل
كثيرا من كل المكالمات والمنتديات والمؤتمرات تصل الى الناس بشكل اسرع. شوفوا الناس ازاي كانت بتحب القوات المسلحه وتغني للقوات المسلحه، قولوا له احنا معاك وحياتنا وارواحنا فداك، انما جماعه الاخوان تقتل الان ضباط الجيش على الزي، على الهويه. اول ما تشوف ضابط جيش اقتله وتلاحقهم في عناوينهم. الحالات كثيرة ومتعددة والمجتمع لابد أن يتصدى لهم. طيب تعالوا نعود إلى قبح جماعة الإخوان بعد أن عشنا لحظات مع جمال الغناء للقوات المسلحة. قبح الإخوان من جديد، حداد يصنع سيوفاً.